ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى بعمل لكم وصفة سهلة قوي للجلاش الحلو، او تقريبا كده تلات لفات، لفتين زي بعض اللي هما الرول الصوابع عادي، واللفة اللي هي المثلثات. الاتنين احلى من بعض والاتنين اسهل من بعض يا جماعة، وما بيقعش منهم الحشوة ولا اي حاجة خالص. انا هنا لفة الجلاش اللي معايا قطعتها او قصتها بالسكينة كده قد بعض شرايط طويلة، وحطيتهم فوق بعض، وهبتدي ألف كل واحدة. أنا حطيت الحشو في النص واستخدمت ورقة واحدة بس، ممكن تستخدميها دبل لو انت عايزة الصوابع أتخن، بس هي وهي رفيعة بتبقى أحلى. بدهنها بمية مش بسمنة ولا بأي حاجة، هي المية هتقفل عليها تماما. لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقوا ان انا حطيت بحطها طبعا في علبة علشان ما تنشفش. لو انتوا خدتوا بالكم ان انا حطيت معلقة من الحشو اللي معايا في النص، وبصوا انا ابتديت الف وامسك من الجوانب، يعني كأني بمسك الطروف وبلفها على بعض. تقدروا ان انتوا تعملوا الحركة دي وتكملوا لف. بصوا انا ماسكة منين وبلفها بلفها بلفها من الطروف، وبأكد على الطروف اكتر حاجة علشان ما يقعش الحشو منها، وبرجع اقفل بنقطة مية من الطرف، بتقفل معانا كويس قوي. بالنسبة للحشوة انت ممكن تحطي في الحشو اي حاجة انت عايزاها. انا هنا حاطة مكسرات عليها سكر وزبيب ورشة قرفة، مش حاطة جوز الهند. لو انت بتحطي ممكن تحبي تحطي جوز الهند لو بتحبيها، ممكن تحشيه بلح تمر اللي هو الطري، ممكن تحشيها مهلبية كاسترد، كل الحاجات دي بتمشي مع الجلاش. بس انا اكتر حاجة بحبها هو اني احشيها مكسرات وسوداني وحاجات زي كده. فبصوا اللفة عاملة ازاي يا جماعة. انتوا ممكن تعملوها دبل، هيبقى الصوابع اتخن شوية بس في الرفيع بتبقى احلى. وممكن تلفوها اللي هو نفس اللفة دي من غير ما تمسكوا الجوانب وتلفوا، لا تتنوا الطرفين وبعدين تلفوا وبعدين تعملوا نفس الحركة تاني. دي برضو بتحكم شوية ان الحشو يقع من الجوانب وانتي بتقليها مثلا او حاجة. على فكرة اللفة الجلاش اللي معايا انا هعملها كلها وهشيل نصها في الفريزر، والنص التاني هروح اقليه بس عند ماما. فبصوا بقى هنا اللفة التانية بعملها اللي هي المثلثات. ممكن تعملوها الاول تلفوا لفتين كده على الفاضي وتعملوا لها زي بيت، وترجعوا تكملوا لف اهو. بصوا بس في الجلاش المثلثات يفضل ان انتوا تعملوا اللفة بورقتين، يعني باتنين جلاشة تحت بعض كده علشان تبقى اتخن وتبقى محكمة اكتر وقوية اكتر. بصي بتلفيها ناحية جنب ناحية زي ما انتي شايفة كده، مفيش اسهل من كده. ممكن تعمليها حلو ممكن تعمليها حادق. عايز اقول لكم يا جماعة، فاكرين الفيديو اللي انا صورته وانا عند ماما، التحدي اللي كان بيني وبين اختي؟ الفيديو ده يا جماعة لما عملت فيه قطايف حلو وقطايف حادق، القطايف الحادق تحفة تحفة تحفة. حطيت فيها جبنة وبقدونس وفلفل اخضر، والجبنة كانت جبنة براميلي اللي هي الحادقة، وحشيت بيها القطايف. وجيت بقى قليتها امبارح قليتها في الزيت وطلعتها على مناديل المطبخ، ورحت مغطياها بحيث ان هي ما تنشفش، لان طبعا مش هتتحط في شربات. فغطيتها بعلبة كده، طلعت وهمية وهمية، يعني ما تقلش حلاوة ابدا عن القطايف اللي هي في الشربات السكريات وكده. فظيعة يا جماعة للناس اللي بتحب الجلاش الحادق اللي هو بالجبنة، والرقاق اللي بالجبنة، والجلاش يعني الناس اللي بتحب الجبن عموما، هيعجبكم قوي. بصوا يا جماعة اهو عملته كده وحطيته في علبة. هقسمه بقى دلوقتي، هحط شوية في علبة اللي انا هروح اقليهم عند ماما، والشوية التانيين هشيلهم في الفريزر. عادي جدا بنخزن الجلاش في الفريزر عادي، بس اهم حاجة ان انتي تحطيه في مكان يكون فاضي شوية، مش فوقيه حاجة علشان خاطر ما يتكسرش لما ينشف، يعني لما ينشف مش يتكسر. فتحطيه في مكان ما تحطيش فوقيه حاجة، يبقى فاضي. بصوا اهو حطيته في الكيس ولفيته فوق بعضه كده،
وهشيله. طبعا لما اجي افكه هسيبه يفك شويه علشان ما كسروش من بعضه، لما اجي اطلعه هسيبه يفك شويه وهبتدي اقليه. انا هنا بقى كنت روحت عند ماما، ف بقلي بقى الجلاش في الزيت. وطبعا كنت المفروض ان انا هعمل لكم في نفس الفيديو الشربات التقيل بتاع الجلاش والقطايف والكنافة وكده. فروحت صدفة لقيتها هي عاملة الشربات، مع اني ما كنتش قايله لها ان انا عاملة جلاش. فالفيديو الجاي هيبقى شربات بس للحلويات اللي هي بتحتاج شربات تقيل زي القطايف والكنافة والجلاش وايه تاني وبلح الشام الزلابية. حاولوا تكونوا موطيين كمان النار عليه يا جماعة علشان خاطر يطلع معاكي باللون الذهبي، ما يبقاش واطي قوي النار، ما تبقاش واطي قوي بس تبقى متوسطة علشان يطلع معاكي باللون الذهبي، ما يتحرقش بسرعة. وطبعا الشربات بارد وتقيل تمام، وبطلع من هنا بحط هنا على طول، ما تفوتوش اي لحظة يا جماعة ان انتوا تطلعوا الجلاش من الشربات وما تدخلوهوش على الشربات، يعني تطلعوا من الزيت على الشربات على طول، لان كل لو اتأخرت شوية وبرد ثانيتين كده لو برد مش هيبقى حلو، فتطلعيهم من السخن على البرد على طول.